اهلا بيكم، حلقه جديده من برنامجكم مصر في ساعه. يا ترى يا هل ترى الدولار واخدنا ورايح بينا على فين؟ الكلام المتداول في كافه وسائل الاعلام ان بعد الحكومه ما اجتمعت بالسيد رئيس الجمهوريه الدولار تراجع، وقيل انه تراجع وفقد 3 جنيهات من 13 جنيه وكسر الى 10 جنيه وكسر، يا ترى الكلام ده حقيقي؟ طيب بعد القبض على عدد من اصحاب شركات الصرافه، هل قدرت الحكومه انها تسيطر على سوق الصرف ولا لا تزال السوق السوداء؟ طيب السؤال الاهم، هو المشكله في الدولار سعره ولا توفره؟ يعني هل لو البنك المركزي رفع او خفض قيمه الجنيه خلى الدولار ب 11 ولا ب 12؟ هل معنى كده كل الدولارات هتروح للبنوك ولا هيظل في سوق سوداء؟ طب ايه اللي مخلي السوق السوداء مستمره لحد دلوقتي؟ احنا بنقول ان احنا بنستورد فيما رقم حوالي تقريبي 100 مليار دولار. طب ال 100 مليار دولار اذا كانت البنوك البنك المركزي والبنوك بتوفر 20% منهم او 25%، اذا السوق السوداء بتتحكم في 75%. طيب هل المستوردين هم سبب الازمه لان هم اللي عمالين يضغطوا على الدولار؟ طب اذا انت عرفت ان المستوردين توقفوا عن شراء الدولار منذ عده اشهر، اذا الدولار بيرتفع ليه بقى؟ ما هي الأزمة إن في مستوردين بيهجموا على السوق ياخدوا الدولار بأي سعر يروحوا يستوردوا من بره ويعكموا الزبون. إذا كان المستوردين بيقول لك لا إحنا وقفنا استيراد، طب مين اللي بيلعب في الدولار في السوق؟ طب هل لو صندوق النقد الدولي إدانا 12 مليار دولار اللي بيقول عليهم على مدار 3 سنين، هل كده الحكومة هتقدر تسيطر على الدولار؟ هل قيمة الجنيه هترجع تاني؟ أين الخلل بمعنى أدق؟ أين المشكلة؟ عايزين نجيب من الآخر بعيدا عن الكلام المزوق. النهارده ضيفي الكريم الاستاذ احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين بالغرفه التجاريه بالقاهره، رجل لا يخشى في الحق لو ما تلاقي، بيقعد يقول كلام رصاص وبيجيب من الاخر بيقول الحقيقه، علشان كده انا عايزكم تسمعوا كلام ضيفي وتوزنوه بميزان من ذهب. احمد شيحه برحب بيه وبقول له كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وكل الشعب المصري طيب وبخير ان شاء الله. الدولار بيقولوا انه انهار في السوق السوداء وانه تراجع وبقى دلوقتي ب 10 جنيه، الكلام ده حقيقي ولا في كلام تاني؟ ده هو على ارض الواقع ما فيش الارقام دي، ونتمنى انه يتراجع يبقى ب 6 جنيه مش ب 10 جنيه، انما على ارض الواقع ده كلام مش مظبوط. وده ان ده اللي يدل على ان موضوع الدولار هي عمليه مضاربات واشاعات وما بيعبرش عن القيمة الحقيقية للدولار. انت شايف كرجل اقتصاد ما هي القيمة الحقيقية للدولار؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ 7 جنيه. واللي حصل من 7 ل 13 ده فقاعات؟ كله مضاربات وكله سوق سودة وكله تلاعب، وكل المصريين تقريبا تحولوا دلوقتي للاتجار في الدولار. المصريين كلهم بقى لعبتهم النهارده الدولار؟ في البيوت بيشتغلوا في الدولار، في الاكشاك، في سواقين التاكسي. عشان بيكسبهم كتير؟ اه طبعا، ده اعلى ربح في العالم، في اعلى سلكه، اعلى سلعه في العالم دلوقتي بتكسب هو الدولار. الدولار في مصر يعني في 10 ايام الدولار يطلع 3 جنيه من 10 ل 13 من يوم خميس ليوم حد. علما ان الجمعه السبت اجازه، هنقول 10 ايام. 30% في 10 ايام، ده تجاره المخدرات ما بتكسبش كده، ولا السلاح ولا اي تجاره ممنوعه. طب عندك تفسير يعني ايه الدولار يقفل يوم الخميس على 10.70 يفتح الحد على 13 جنيه؟ سوق سودا، مضاربات طبعا. ما هو ما فيش طلب مضربات. جمعه وسبت، ما هي سوق سودا. ما هو لو في طلب، ما هو العجب العجاب ان احنا في مصر هنا، انا من وجهه نظري احنا اكتر دوله مستقره امنيا وسياسيا ورئاسيا في المنطقه، في المنطقه، ونعتبر اي هزه بتحصل في اي منطقه هي اللي بتحرك سعر الدولار. طب احنا مستقرين، الدولار يطلع ليه؟ لان في تلاعب وفي مضاربات. هل المضاربات دي جت كده بدون اي خلفيات؟ لا، ما هي الاداء الحكومي في اداره سوق النقد هو اللي ادى الى ان الناس كلها تاخد فلوسها من البنوك، تبيع ذهبها، تبيع اراضيها، تحول الجنيه المصري الى الدولار عشان تتاجر في الدولار. الاداء الحكومي؟ اه طبعا. بس حضرتك كان ليك راي قبل كده قلته لي قبل كده في ان الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي لا الراجل يعني عارف يقدر ازاي يوقف الدولار عند حد. طارق بيه عامر، واحترامنا وتقديرنا لشخصيته، وكان مر بتجربه في 2003 مع فاروق بيه العقده، وكان ليهم اداء طيب جدا، وبالفعل سيطروا على موضوع الدولار. ولكن اعتقد ان في ظل المتغيرات في المكونات بتاعه السوق دلوقتي، هو يعني في صعوبه شويه لنفس الاداء اللي كان موجود في 2003. انما وانا لما بتكلم عن طارق بيه عامر، راجل محترم، راجل له تاريخ ولا
له خبرات وسمعته طيبة، ولكن الضغط عليه أو الظروف المحيطة دي ما ادتناش زي ما كنا متوقعين في أدائه. زائد أنا عايز بس أوضح أن هناك ضغوط خارجية بتعبس أو أيدي خبيثة بتعبس في الاقتصاد المصري، بمعنى أن احنا كان عندنا ما يسمى الفوضى الخلاقة المسلحة، دلوقتي تحولت إلى الفوضى الخلاقة الاقتصادية. الفوضى الخلاقة الاقتصادية. الاقتصادية الإرهاب الاقتصادي. الإرهاب الاقتصادي. طب ما تيجي نوجه أصابع اتهام لجهات. لا ما هي مش عملية جهاد، هي المنظومة الاقتصادية بوجه عام عايزة ترتيب. أنا مش عايزين نقول فشل، لأن أنت عندك لوبي مسيطر، لوبي خارجي مسيطر على الاقتصاد القومي، يعني مكوناتك الاقتصادية بالكامل في 70% بتديرها شركات خارج مصر مش مصرية. شركات خارج مصر؟ شركات من خارج مصر. من خارج مصر. يعني شركات مش مصرية، رؤوس أموال أجنبية. وحتة رؤوس أموال أجنبية احنا بنتحفظ عليها، لأن كل الاستثمارات اللي موجودة في مصر بتمول من البنوك المصرية، وبيحصل ضغط على الأموال اللي موجودة في البنوك سواء الدولار أو الجنيه المصري. فاحنا لما نيجي نقول الاتهام المباشر دايما للمستوردين، المستوردين اللي هم عملوا لهم قرارات خاصه سواء وزير الصناعه والتجاره او البنك المركزي لمنع الاستيراد في هذه السلع، وزي ما حضرتك قلت في الاول احنا 8 شهور توقفنا على الاستيراد في السلع. انتوا كمستوردين وقفتوا استيراد؟ احنا مش وقفنا، احنا مش عارفين نستورد للقيود اللي حطوها، ومفيش موافقات بتيجي من وزاره الصناعه والتجاره. الجمارك منع دخول اي بضاعه تحت مسمى وشعار صنع في مصر او حمايه الصناعه المصريه. طب اذا كنت انتوا توقفتوا عن الاستيراد بقالكم 8 شهور كمستوردين والاتهام موجه ليكم، طب الدولار ليه بقى عمال يرتفع؟ ما هي دي الشهاده ان احنا غير متهمين او غير جناه في هذا الموضوع. كخبير مين اللي بيلعب في الدولار يا استاذ؟ اولا قلنا السوق السوداء والشركات العملاقه المسيطره على الاقتصاد القومي. يعني هقول لحضرتك لما نيجي بس كده ناخد كام قطاع او كام سلعه، هتلاقي في قطاعات 100% شركات اجنبيه. زي المحمول، الاسمنت، زي الاسمنت 85% منه شركات اجنبيه. كل تجاره التجزئه، الزيوت اللي بيجيبها شركتين اجنبيين بنسبه 90%. السكر برضو شركات اجنبيه. ده معناه ايه يعني؟ ده معناه ان كل الاموال اللي بتدار اللي هو الناتج القومي في مصر بارباحه كبيره جدا بيحصل ضغط على الدولار عشان تحول الارباح يحوله. يقلل الشركه، يعني الشركات دي بعد ما تكسب هي بتكسب بالجنيه، عايزه بعد كده تحول دولار، تحوله للدولار. بتروح البنك المركزي، البنك المركزي ما بيدبرش فتروح راح السوق السوداء. تروح بره بقى. انت لو كنت بتسمع ان هم بيجمعوا في الخليج الدولار بزياده جنيه و2 جنيه. نعم. بيجمعوا بجنيه و2 جنيه عشان الفلوس اللي موجوده هنا في مصر، يقول له خد الدولار منه بره وانا هديك هنا بالجنيه المصري. طب ما هو كمستثمر بيقولوا لنا ان ما فيش مستثمر اجنبي هيجي مصر يستثمر وفي سعرين للعمله، طب ما هو كده بيدبر بسعر الزياده في العمله. هو الراجل معذور، بس هو النهارده لو انا رحت كبنك بدل ما البنك بيدبر لي ب 9 جنيه ما انا بشتريه ب 12 جنيه وب 12 جنيه ونص. يعني هل انا كراجل مستثمر اضيع 35% من قيمه اموالي عشان اجيب من بره؟ ولكن هو مضطر لان البنك بيقول لا انا مش هدبر لك، انا ما عنديش. ولا عشان هنا ارباحه كبيره فمش فارق؟ لا هو بيربح طبعا، ارباح مش موجوده في اي حته في العالم. يعني في بعض الخدمات او بعض الصناعات اللي هنا موجوده في مصر تكسب 200%، تكسب 200%. 200% سيراميك، اسمنت، خش في الاسمنت تكلفه 250 جنيه بتباع ب 700 ب 750 جنيه. شوف الحسابات كده. خدمات المحمول او 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 نشاط المحمول، انت عارف حجم بس كل واحد مصري يقول الو الصبح 110 مليون جنيه يوميا. 110 مليون جنيه لو قلت الو بس في 110 مليون خط. يعني قلنا كل خط جنيه بس جنيه. الناس اللي بترغي ادي 110 مليون بتتكلم جنيه. في حوالي 35 مليار جنيه. احنا لو فرضنا بس هو ده الارقام في 35 مليار جنيه يجب ان يتم تحويلهم الى الخارج في شكل عمله صعبه من خلال الشراء في السوق السوداء. قيس على كده، لازم يتحولوا للخارج. ما الراجل عايز يودي لشركته اللي بره. انتوا مركزين معايا في الكلام المهم ده اللي بيقوله؟ عايز يودي ارباحه بره، عايز يودي ارباحه بره. يعني انت النهارده لما تيجي مثلا شركات الزيت، لما تكون شركه زيت هي شركتين زيت هم من اكبر الشركات بيمثلوا 90% من حجم السوق المصري. طب ما هو بيكسب وبيكسب كويس جدا. يعني ازازه الزيت مثلا اللي بتتباع لنا اللتر ديت بيبيعها ب 13.5 و14 جنيه، تجيبها مستورده وعليها جمارك وبتاع تبيعها ب 9 جنيه وعليها جمارك، حوالي 30% 20% و10% ضريبه مبيعات. طيب المياه الغازيه شركات اجنبيه؟
طبعا لانها واخده حق الشركات. ما هو ده الكلام اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك. لما خرج قرار السيد وزير الصناعه والتجاره واحتراما وتقديرا له، لكن حواليه مجموعه هي اللي بتوجه هذه القرارات، توجه القرار القرار في الوزاره اللي بيصدره السيد وزير الصناعه ثقه فيهم. ولكن للاسف الشديد، اولا القرار مخالف للقانون، مخالف للدستور، مخالف للاتفاقيات الدوليه اللي هي اتفاقيه التجاره العالميه، وبيدعوا يقولوا له لا ده موافق مخالف للقانون. لا مش مخالف للقانون، مش موافق للقانون، ولا بيتطابق مع اتفاقيه التجاره الدوليه، ومخالف للدستور المصري كمان. لانك انت لما تخص 150 شركه في مصر كلها هما اللي يستحوذوا على الاقتصاد المصري، ده بيؤدي 150 شركة بس؟ ما يزيدوش عن 150 شركة. 150 شركة يستحوذوا على الاقتصاد المصري؟ ما يزيدوش عن كده، يعني تعالى تمسك قطاع قطاع، المحمول 3 شركات، الأسمنت 7-8 شركات، وبعدين بيبقى فيهم منهم 3 شركات بيبقى ليهم النصيب الأسد في الكعكة. يعني بيبقى الثلاث شركات دول مثلا بيتخطوا ال 70% ال 75%. في قطاع الإلكترونيات اللي يعني ده اللي هو الأجهزة والكلام ده كله. 3 شركات في مجال مثلا شاشات التلفزيون بيستحوذوا على 82% من حجم السوق. ثلاث شركات. الباقي كله لا يمثل مثلا 17-18% متوزع. والمياه الغازيه شركتين كبار. وبالتالي انا لا انا عايز اقول لحضرتك، لما صدر قرار اللي هو تسجيل الشركات وقال لك السلع الكامله، يعني بيعتبر التلاجة والغسالة والتلفزيون والمكوى والمكنسة وطقم الصيني والكوبايات وغيره، ده بيعتبر الساعات، بيعتبر الأدوات التجميل، لعب الأطفال، كل ده، الحديد، حاطط الحديد في ضمن المجموعة، ده بيعتبره سلع كمالية. الحديد سلع كمالية؟ أيوة. أمال إحنا هنبني بيوت ليه؟ عشان أقول لك حماية الصناعة المصرية. نعم. طب أنت عملت قيود على استيراد السلع، عملت قيود على السلع على الحديد، وعملت قيود على الأدوات المنزلية والكهربائية، وكل مجموعة ستة، المجموعة 26 دي، ايه اللي حصل؟ واحنا استبشرنا خير وقلنا دي القرارات دي هتظبط السوق، ما بقاش ارتفاع الاسعار من ساعه ما صدرت هذه القرارات، واحنا خرجنا من السوق زادت في حاجات بنسبه 100%، في حاجات زادت بنسبه 150%. تفسيرك ايه يا استاذ احمد؟ احتكار. تاكيد ان هناك استحواذ من مجموعه من الراسماليه المتوحشه على الاقتصاد المصري. لا تزال موجوده. يعني احنا عملنا ثورتين ولسه المحتكرين هم بقى لما نيجي نشوفهم في السوق، هم اللي كانوا قبل يناير، هم اللي كانوا هم المستحوذين على الهيئات الاقتصاديه. فاللي بيحصل ايه؟ الوزير بيجي، الوزير جديد ممكن ما يكونش ليه في القطاع خالص، ولكن ما دون الوزير قاعدين بقالهم 30 و35 سنه في قلب الوزاره. فلما بيجي بيجتمع، الحقنا الصناعه والناس وعملوا لنا ومش عارف ايه. يا جماعه انتوا بتضحكوا علينا، صناعه ايه اللي بتتكلموا عليها؟ انهي صناعه انتوا بتتكلموا عليها؟ تعالى صناعه السيارات، عندنا صناعه سيارات؟ لا. صناعه بيقول لك 40% مكون محلي، ولا حاجه، اللي هو التجميع، ولا حاجه، كلها بتيجي متفككه وبتتجمع. المسمار بيتعمل، بيجي من بره المسمار. المسمار في العربيه؟ في العربيات. امال احنا بنجمع ايه؟ ده بيقول لك بنجمع، احنا بنجمع. لا بيقول لك عندنا 40% مكون محلي. بنتحايل. لا انا هدي لك مثل في الاجهزه الكهربائيه. التلفزيون ده بيجي متفكك 3-4 حتت وبيتم تركيب. يقول لك احنا بنجمع الكرتونه، بيعتبرها جزء من المكون. الكيس البلاستيك بيعتبره جزء من المكون. الكتالوج بيه جزء من المكون. الكابل اللي بيدخل ده جزء من المكون. تحايل، وبيديله نسبه اللواء عشان يقول لك ده صنع في مصر. يا عم ما ينفعش كده. ما انت لما بتعمل كده انت بتضر الصناعه. يا تعمل صناعه حقيقيه، يا ما تضحكش على الشعب المصري. وفي نفس الوقت انت لما بتمنع المستورد بتخلي المحتكر يفترس المستهلك. لما النهارده اخر حاجه، لما انت توقف الاستيراد. طبعا. طب قول لي، التكييف عندنا تكييف مصري؟ هو بيجمع كله في مصر. يجمع ايه؟ مكوناته كلها صيني، بس مكوناته كلها مستورده من الصين، كلها من الصين، ومصادرها معروفه بالاسم والمكون وتكليف. يعني هل هقول لحضرتك هل يعقل ان تكييف، اعلى تكييف 5 حصان، احسن خامات بتيجي من بره ب $350 يتباع ب 11,000 جنيه؟ التكييف كله الكبير ال5 حصان بتيجي كل مكوناته، كل مكوناته من بره ب 300، يعني 3500 جنيه. 3500 جنيه، وما بيدفعش جمارك، عشان اقول لك جمارك، ما بيدفعش جمارك، ويبيعوا لي ب 11 يوم ما يتمعظم تكلفه في المصنع وتركيبه بتاعه مش عارف ايه الكلام ده كله. قول له اديله 200 جنيه كمان 250، ادي له 500 جنيه، ده 4000 تبيعه ب 11000 جنيه. ده بعد ما صدرت القرارات من حد الاستيراد
الناس دي ما قالت ما فيش حد في على الحجر غيرها، فقالت بس اما افترس الشعب المصري. وبعدين دلوقتي بالواسطه، لان انت النهارده لما كان بيجي جزء من بره، ما هو التوازن في الاسعار او في السوق عمليه عرض وطلب. نعم. انا كنت بجيب التكييف وبدفع عليه جمارك 30% وضريبه مبيعات 10%، والتلفزيون كنت بدفع عليه 30% وضريبه مبيعات 25%، وكنت ببيع ارخص من المصري على الاسعار السنه اللي فاتت 500 و600 جنيه، يعني ابو ثلاثة كنت مثلا ابيعه انا ب2.5. لما انا خرجت من السوق بعد ما قفل الاستيراد دلوقتي قال لك بس ابو ثلاثة بقى بستة وستة ونص، ابو اربعة بقى بثمانية وبثمانية ونص، ابو خمسة بقى ب11000 جنيه. انت ليه بتكلمني كده ومديني انطباع ان السوق المصري احتكار بلا ضابط ولا رابط؟ ايوه طبعا. واللي عاوز يعمل اي حاجة يعملها. لا مش اللي يعمل اي حاجة، هو بيخدعوا الشعب المصري. الناس المحتكرين دول هم اصحاب الصوت العالي، وهم اللي بيقعدوا مع السادة اصحاب القرار، هم اللي بيفهموهم ان انقاذ الاقتصاد المصري في ايد الناس دي. انقذوا الصناعة انقذوا الصناعة، احموا الصناعة احموا الصناعة. طب احنا مع الصناعة، بس الصناعة اللي تكون جدية، الصناعة اللي تقنع المستهلك. يعني في اي حتة في العالم النهاردة لما عمالين نقول لك حماية الصناعة، اذا كان انت مش قادر تحمي صناعتك جوه بلدك، امال بتقول لي صدر ازاي؟ هصدر ونافس ازاي لما انت مش قادر تحمي صناعتك وبتطلب حزمة اجراءات لحماية الصناعة، وفي الاخر يقول لك المستوردين. طب احنا خرجنا من السوق، ايه اللي حصل؟ هل الاسعار توقفت؟ هل الدولار توقف؟ هل الاحتكار توقف؟ هو ده السؤال اللي احنا بنوجهه لاصحاب القرار اللي اصدروا بمنع استيراد 26 مجموعه سلعيه. نقطه تانية، المجموعات السلعيه، يعني الساعه قال لك لازم تتسجل، وهم ما بيسجلوش، معنى القرار ده عشان يطلعوا عين المستوردين ويبقى التسجيل لمجموعه من الشركات اللي هي الساعه تتباع ب 20,000 و15,000 و30,000 و100,000 وهكذا، يعني اللي هي ما يقدرش الراجل الغلبان يجيبها، اللي هو عايز ساعه 100 جنيه و150 جنيه. فبالتالي انت كل ده توقف. طب انت لما تيجي تتكلم عن السجاير دي، سلعه استفزازيه ولا سلعه اساسيه؟ يعني استفزازيه مضره بالصحه، استفزازيه وبنت استفزازيه كمان. لان انت بتدفع فلوس بتحرقها وبتحرق صحتك، ده انت عايز تعالج الاثار السيئه بتاعتها، الاثار السلبيه بتاعتها. طب بس الدوله بتقول لك انا بكسب منها 35 مليار. يا سيدي ما هو لو جاب السلع الاساسيه هيكسب 35 مليار. احنا لما جينا شفنا حجم الاموال اللي بتهدر للخارج وما بتدخلش الخزانه المصريه عشان يقول لك بيحطوا بيها قيود على المستورد، احنا قلنا للدوله احنا نوفر لك 10 مليار دولار سنويا بتدفع للشركات الخارجيه، ما بين توثيق وما بين شهادات وما بين فحص وما بين ارضيات. قلت للدوله هتوفروا 10 مليار دولار، 10 مليار دولار سنويا من خلال معالجه إيه؟ من خلال معالجه القرارات السلبيه اللي صدرت الفتره اللي فاتت. بنقول يا عم انت الفلوس اللي احنا بتقول اللي بيها سجل بره خديها حكومه، اتكلمنا في حوالي 2.5 مليار دولار. صدر قرار اللي هو بتاع منع التحويلات والكلام ده كله، فتح الاعتمادات، قلنا له كده كده احنا كنا بنحول وبندي للشركه الصرافه 5%، عندنا حجم الاموال المتداوله في الاستيراد بس بنتكلم في حوالي 100 مليار دولار، قلنا له خد 5% اللي كده كده بتاخدها شركات الصرافه وشركات السوق السوداء، يعني بتتكلم في 5 مليار دولار. يا عم انت بنوفر لك 7.5 مليار دولار في دقيقه من اول ما طلب ده العائد بتاعنا من السياحه يا بيه. ده اساسا فلوس دي بتهدر بره، وبتقول له انت بتعمل كده يقول لك احنا بنعوق بنمنع الاستيراد عشان نحمي الصناعه المصريه. تحمي الصناعه المصريه وتضيع الدوله 7.5 مليار دولار. تعالى بقى اصدر قانون، قال لك تعديل في قانون البطاقه الاستيراديه. طب خليني اخد تفاصيله بعد الفاصل، فاصل قصير، وارجو التركيز في كل كلمه قالها وهيقولها ضيف الكريم النهاردة الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة. بيقول لك قلنا للحكومة مستعدين نوفر لك 10 مليار دولار لكن ما حدش بيسمع. نطلع فاصل. العقارية بيوت وحياة. يلا يلا اوبا مش هتقف. معلش مش هتقف. يعني ممكن تسيبيني ما توترنيش؟ هيبقى يوم لذيذ. لا احنا جايين ننبسط. بتعملي كده ليه؟ مروان دي نافوره راقصه، هي بعد كل ثلاث مرات بتقف جزء بالسنه. فين النافوره دي؟ انا مش شايف نافوره. مروان بجد this is too much. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ استني دي خلاص انا هنزل انا وابني. مالها النافوره؟ ها مالها؟ فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا النافوره راقصه بنادي اجتماعي رياضي تستمتع بيه مع اولادك. فكر عملي، فكر نيوبلس من وادي دجله ديفلوبمنتس. الله
انا عايزه اطلع بيروت يومين اظبط نفسي. شفتي يا رجاء؟ واي نوت. المهم قبل فرح الاولاد بيجيبوا فطيره مين؟ قولي لي اخبار الشقه. لسه جايين من جاليريا حالا، بجد احسن موقع في القاهره الجديده. شفنا كل حاجه على الطبيعه، وجهات العمارات تحفه. مساحه الشقه يا مامي زي ما اشتريناها بالظبط، لا خست ولا شفطت بسمعتنا. هنستلم الشقه قبل الميعاد بست شهور. طار الشط كومباوند جاليريا، الاستثمار الحقيقي لعائلتك. بتحلم تعيش في جزيرة؟ حقق حلمك وعيش في جزيرتك. سيسيليا لاجونز، جزيرة الساحل الشمالي مرسى مطروح. سيسيليا لاجونز، فيلل وشاليهات مختلفة المساحات. سيسيليا لاجونز، جميع الوحدات على الشاطئ. سيسيليا لاجونز، أكوا بارك، مارينا، حمامات سباحة. سيسيليا لاجونز، مطاعم عالمية، مركز للتسوق. سيسيليا لاجونز، ملاعب رياضية وبولف. سيسيليا لاجونز، شاطئ خاص بالسيدات وسبا. سيسيليا لاجونز، عيش في جزيرتك. تبتدي انت الاول؟ يلا ابتدي. اعمل ايه؟ جولف. اول مرة ايه؟ لا لا هاتي دي، جربي دي. بخوا عقا مفوش انا. باين اني بلعب جولف؟ باين اهو. انا بتهيألي المفروض نوقع الكرة دي في الحفرة، شوفيها كده طلعت من الفتحة هناك. لا ولا انا مش حابة اللعبة دي، مش فاهمها. امشي. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا ملاعب الجولف بمساحات خضراء تستمتع بيها انت وعيلتك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجلة ديفلوبمنتس. مستوايا ضاع. لاميرا بيتش، ملاعب وجيم وسبا واكوا بارك، مطاعم وكافيهات، ده غير السينما وحمام سباحة مغطى للسيدات، شاليهات من اول 80 متر متشطبة سوبر لوكس، ومفيش شاليه مش شايف البحر. ادفع بس 25 الف جنيه وقسط على 5 سنين. اوصل لحد لاميرا بيتش على خليج الجفيرة باجمل مكان في الساحل الشمالي. لاميرا بيتش، الساحل الشمالي، هتعيش اسعد انسان. احدى مشروعات الحياة للتخطيط العمراني والتنمية. الضيوف فين يا نادي؟ موجودين؟ أنا مش سامع لهم حس خالص، يعني هم فين؟ في قطعة 4. قطعة 4 اللي هي اللي قبل المطبخ شمال. الأنتريل. اصدقي كانت جميلة قطعة 4. عندهم أكل؟ أقوم أبص عليهم. طب معلش هعذبك، وأنتي جاية قطعة 2، هاتي لي نظارة القراية والريموت. دي اللي هي من قطعة 3؟ من قطعة 5. انت عارفه قطعه 4 بقت اتجاه واحد، هتجيبي لي كده مع الشمال. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس شلنا قطعه من الريسبشن الاربع قطع وخليناها ترس تستمتع بيه انت واصحابك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجله ديفلوبمنتس. انت هتخرمي من قطعه 8، ان ده وقت خروج مدارس. بجدد التحية بحضراتكم، ضيف الكريم النهاردة اللي حواري لا يزال مستمر معاه، حلقة مهمة جدا بتتكلم عن كوارث حاصلة داخل الاقتصاد المصري، حقائق ومعلومات بعرفها أنا وإنت لأول مرة، بعرفها من ضيف الكريم الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة. قبل الفصل بتقول لي أنت قلت الحكومة هنوفر لكم 10 مليار دولار والحكومة بالتعبير الشائع نفضت، يعني ما هي احنا عندنا قنوات المفروض بتتعامل مباشرة مع الحكومة، ولكن القائمين على الامر اللي احنا بنتعامل معهم اللي هم بيتصدروا المشهد في المنظمات الاقتصادية، كل ما بيدور لصالحهم الشخصي في المجموعة اللي انا قلت لك عليها، يعني هم العشر 15 واحد هنا والعشر 15 واحد هنا هم اللي شغالين وبتصدر القرارات لصالحهم، واحنا بناكل الزلط.
واحنا مش لاقيين حد يعبر عن مشكلنا ومعاناتنا. يعني لما القطاع التجاري بتاعنا اللي احنا بنشغالين فيه في اكتر من 50% دلوقتي شركات قفلت وسرعت العماله، دخولهم توقفت تماما. ده عشان خاطر ايه؟ يقول لك حمايه الصناعه المصريه. انتوا ما تضحكوش علينا، لان انا مثلا راجل في السوق عارف ايه يعني صناعه مصريه. هو احنا عندنا صناعه؟ انا لما احب اتهرب من الجمارك اقول ان انا بصنع، كلها انا بسميها صناعات وهميه. اهم الصناعات اللي احنا كنا مشهورين بيها الملابس. الملابس، الغزول بنستوردها من بره، الغزل 30 و40، الخيوط بنستوردها من بره، القماش بنستورده من بره، الاكسسوارات بنستوردها من بره، القماش بنجيبه من بره، الاصباغ بنجيبها من بره. طب احنا بنعمل ايه؟ تقول لي صناعه؟ بس احنا قبل كده ما كناش بنستورد الحاجات دي من بره. لا، وكان عندنا صناعه غزل ونسيج في المحل. ده كان زمان ايام ما كنا بنغني لها، ايام عبد الناصر. لما قعدنا كنا نغني للقطن وبتاع. انما دلوقتي ده مش موجود يا استاذ احمد. المتغيرات الاقتصاديه والصناعيه اتغيرت في العالم كله. احنا كنا بنصنع ايام ما كانت روسيا قوه عظمى، امريكا قوه عظمى، وكنا بنديها حاجه اسمها الصفقات المتكافئه. احنا نديهم قطن ونديهم شويه زرع، هم يدونا جرارات ويدونا سلاح ويدونا الكلام ده كله. مثلا روسيا دلوقتي ما بقتش دوله صناعيه، فما بقتش، ما نقدرش نعمل معاها الكلام ده كله. دلوقتي دخلت قوة صناعيه كبيره جدا جدا جدا، وخرجت روسيا من المنافسه الصناعيه. سؤالي، مصر دوله صناعيه؟ عندنا حاليا صناعه؟ حاليا لا، ما فيش صناعه خالص. ما عندناش اي صناعه نقدر نحط رجل على رجل ونقول احنا يا ريت صناعة. احنا نتمنى ان احنا نقدر، لان احنا عندنا امكانيات في مصر من مواد خام بنصدرها بره وبملاليم وبتجينا ملايين. طب ازاي ما عندناش صناعه زي ما حضرتك بتقول واحنا عندنا حجم صادرات ب 20 22 مليار دولار؟ 30 مليار ويزيد عن ال 30 مليار. طيب ما هو احنا بنصدر. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك، مش احنا كده بنصدر صناعه؟ لا، هي اغلبها مواد خام وخضروات وفاكهه والكلام ده كله، لكن ما عندناش صناعه. انما تعالى عندنا صناعات سلعيه اللي احنا بنتكلم فيها. هات لي شركه صدرت عربيات من اللي احنا بنصنعها، هات لي شركه صدرت سلع كهربائيه لشركتين اجنبيتين بيعملوا في الاجهزه الكهربائيه واستغلوا اتفاقيه التجاره العربيه واتفاقيه الكويز عشان ما فيش، واتفاقيه الكوميسا اللي بينه وما بين افريقيا عشان ما فيش جمارك. شوف الناس بتفكر ازاي. قال لي طب ما احنا نستفيد بمصر، نيجي نجمع ونقول ان احنا بنصنع ونصدر المنتج بتاعنا للاتفاقيات العربيه. اه والله، ده على ارض الواقع. طب انت بتعملي ايه؟ ما بتعملش حاجه. هي بتجيب من البلد بتاعتها وتيجي هنا فتحت مصنع وتجمع الشاشه دي او تجمع المنتج بتاعها وبعدين تصدرها للمنطقه العربيه. ليه بقى؟ لان هم اذكياء. هو لو جاب من بلده عشان يدخل افريقيا هيدفع جمارك، او جاب المنطقه العربيه. احنا اتفاقيه التجاره العربيه واتفاقيه الكوميسا في الجمارك بيننا وما بينهم زيرو. فشوفوا بيفكروا ازاي. هم دول بس اللي مجموعه بيصدروا جزء من اللي بيصنعوه. طب تعالى انت النهارده اللي خدت اعفاء من الجمارك وخدت الدولار ب9 جنيه وخدت تسهيلات من البنوك وخدت كل اللي بيسموه ايه، ناقص الحكومه تهشكك، وتيجي تبيع المنتج اللي بيكلفك 3000 جنيه تبيعه لي ب7000 جنيه ب7000 جنيه ونص. هو طب مين بقى اللي يحمي المستهلك المصري الغلبان من هذا الوحش المفترس؟ وبعدين يقول لك حمايه الصناعه، حمايه الصناعه. تيجي وزاره الصناعه والتجاره في رمضان يقول لك بكل فخر صنع في مصر، وبعدين يجيب لك مقارنه، اشتري المنتج دوت ده ب 1400 وسيبك من المستورد اللي ب 4000 جنيه. اقسم بالله العظيم المنتج اللي هو بيقول عليه ب 1400 جنيه المصري بيجيبه من بره خامات احسن وكواليتي احسن وموديلات احسن ب 570 جنيه. بس هو بيضحك على المواطن يقول لك دي ب 4000 جنيه. كلام مش مظبوط 100%. تعال اشتري مش عارف المنتج الفلاني ده ب 3000 جنيه وما تشتريش المستورد ب 6000 جنيه. ادي احنا كنا بنحكي عن الاجهزه الكهربائيه واللي حصل في التكييف. المواضيع كلها بتدار بشكل فيه مجاملات كبيره جدا. في النهايه كله ده بيجي على دماغ المستهلك المصري. ولما انت النهارده بتهدر على الدوله زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل، احنا ممكن نوفر 10 مليار دولار سنويا لمده 5 سنين من الاموال اللي بتفقد في الخارج. ليه يا عم انت بتصدر القرار ده؟ يعني هدي لك القرار 43 يقول لك سجل المصنع، قرار اللي هو غير مطابق للقانون وغير مطابق لاتفاقيه التجاره الدوليه، ويطلع مساعد المسؤول يقول لك لا ده احنا اخطرنا منظمه التجاره. لا، الكلام ده مش مظبوط. منظمه التجاره لو عرفت انك انت هتخرج عن الاتفاقيه هتبدا تاخد معاك اجراءات وعقوبات، احنا في غنى عن اي عقوبات. انما احنا عشان شعب طيب بيضحك علينا بكلمتين. طب انت اصدرت قرار مش قانون، واستندت على قانون ملوش علاقه بالقرار اللي انت اصدرته، ونبهناكم وقلنا لكم من نتائج هتبقى كارثيه،
هيحصل زياده في الاسعار، هيحصل زياده في الاحتكار. الناس دلوقتي حتى متوسط الحال من التجار والمستوردين بيعانوا اشد المعاناه. هل الدوله كلها هتدار لصالح 150 شركه؟ هل يعقل ان في شركه من الشركات بدون ذكر اسماء ان رؤوس اموال هذه الشركه تصل ضعف الاحتياط النقدي بتاع مصر؟ يعني رؤوس اموالهم احنا عندنا 16 مليار دولار، هم بيتخطوا ال 35 مليار دولار. شركه من الشركات التي تعمل في مصر؟ ده مش شركه واحده، ده في شركات بتتخطى الاحتياط. شركه عندها طبعا مجموعه شركات تحت اسم مثلا فلان الفلاني، دي اموالهم الخاصه اللي كسبوها من مصر من التسعينات للنهارده، وبعدين بيجوا بقى يتنططوا على مصر ويقول احنا بنعمل واحنا بنستثمر وبنشغل، وفلوسهم كلها بره، اموالهم قد الاحتياط النقدي مرتين. طب الناس دي ليه ما بتدفعش الواجب الوطني اللي عليه اللي هو اقل حاجه الضرايب، وبيتهربوا من الضرايب؟ جوهر الخلل فين يا استاذ احمد؟ جوهر الخلل في السياسات الاقتصاديه. في حاجه اسمها سياسات اقتصاديه وفي حاجه اسمها سياسات ماليه والنقديه. ما هي انا بتكلم الاقتصاد بيشمل المال والكلام ده كله، لان هما الاثنين بيكملوا بعض. واحنا برضه عمالين نتكلم وبنرمي العبء كله على طارق عامر والمحافظ البنك المركزي، هو راجل عارف زي ما تقول منظم لحركه الاموال اللي بتدخل البنوك. اذا الدعوه لاقالته هو ما ينفعش يقال لانه منصبه محصن، بس لو جات فكره تغييره انت شايف ان مش ده الحل؟ انا اعتقد في ظل ما قاعدين نهلله موضوع صندوق النقد الدولي ومحاوله ارضاء صندوق النقد الدولي بتملى علينا بعض السياسات الخارجيه. ممكن انا كنت في احدى المداخلات قالوا لي صندوق النقد الدولي، قلت لهم صندوق النقد الدولي بيدخل اي بلد بيخربها، ولما نيجي نشوف مهاتير محمد لما جه هنا سنه 2003 وقال احنا رفضنا شروط صندوق النقد الدولي، واحنا اربع مرات كنا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ايام السادات سنه 77 وكنا بنتفاوض على 235 مليون دولار، وايام مبارك في 1991 تقريبا كنا بنتفاوض على 375 مليون دولار، وفي 96 كنا بنتفاوض على 450 مليون دولار. الحاجة الوحيدة اللي وافقنا عليها هي اللي بتاعت مبارك الأولانية اللي كانت 375 دولار، وافقنا على القرض اللي هو 400 ومصر ما استخدمتوش. ليه بقى؟ لأن صندوق النقد الدولي بيدخل في كل ما يخص حياتك اليومية. اتكلم في الحريات، اتكلم في الديمقراطيات، اتكلم في نظام الحكم، اتكلم في المناهج التعليميه، اتكلم في 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 السياسه اللي انت بتدير بيها البلد، اتكلم في الامن بتاع البلد. وانت مالك؟ انت هتديني فلوس عايز ضمانات، انما بتدخل في كل دوت انا بسميها سياسات استعماريه اقتصاديه. لما انت تيجي تملى عليك ارادتك، وبعدين النهارده في اعلان لاحدى المسؤولين بيقول لك السيد او مجموعه الصندوق النقد الدولي وافقت على برنامج الحكومه المقدم للبرلمان من 3 شهور. لا ده النهارده. وافقت على البرنامج اللي قدمته. انت مالك؟ انت مش مواطن؟ ايه ده؟ هو ده كلام يتقال يا جماعه؟ ده احنا بلد وبلد مصر اللي المفروض الحمد لله هي الدوله الوحيده اللي وقفت على رجليها بعد موضوع الفوضى الخلاقه الارهابيه. ما انت اللي وصلت نفسك لكده، فابتديت تمد ايدك ليسوى ولا مسواه. ما هو مين بقى انت اللي محتاج 12 مليار دولار؟ ما هو مين بقى 12 مليار دولار في 3 سنين ما يعملوش حاجه؟ انا بقول لحضرتك انا هوفر لك 10 مليار دولار نتيجه تعديل بعض السياسات الاقتصاديه من غير ما نقترض من صندوق النقد. من غير ما نقترض، انا من اول يوم المقترحات اللي قدمناها دي التجار والمستوردين عشان نكشف بيهم اللي بيقولوا صناعه صناعه صناعه، اللي بيجيب السلعه من بره كلها من بره يقول لك انا صنعتها في السوق ويبيعها باربع اضعاف ثمنها. ما هو في معدل تضخم ليه؟ لان الاسعار اللي بتتباع بيها من المحتكرين اربع وخمس اضعاف الاسعار العالميه. اربع وخمس اضعاف. طب ما انا كدوله افتح الباب للاستيراد تروح استورد. الاستيراد دوت بيعمل توازن وبيعمل منافسه شريفه ما بين اللي بيقول انا بصنع مصر مع رغم من كل تسهيلاته، ومع المستورد رغم كل تعقيداته. ده اللي عمله مهندس رشيد وزير الصناعه والتجاره مع الحديد. في حكومه مبارك تقريبا في العام 2009 لما الحديد كان شاهد احتكار وارتفاع سعر، وصلنا ل 8 9000 جنيه، فقرر يفتح باب الاستيراد واستورد الحديد فعلا. وصل كام؟ 3500 جنيه. 3500. يعني نزل كام؟ 5000 جنيه. نعم. يعني الاسعار فيها والسعر المصري نزل ساعتها. ما هو المصري نزل. نزل. ما هو دلوقتي انت هتيجي هتجيب لي مليون طن من بره
قدام مثلا 25 مليون، المليون طن ده يربك السوق. فانا النهارده اقول لك لا انا هستنى، انا هستورد من 9000 او 8000 ل 3000 ونص، انت بتتكلم في ثروه. يعني اللي بيبني عماره وبيشتري حديد ب 9000 جنيه هيتخرب بيته، انما اللي بيشتري ب 3 ونص هيبقى معاه فلوس يسدد، وبيعلي على المواطن طبعا، ما هو يدفع اقساط اللي بيشيل البيعه كلها في الاخر المواطن لا المستورد. لا المستورد ولا القرارات الحكوميه الخاطئه ولا التاجر ولا المصنع ليهم دعوه بالكلام ده كله، في الاخر هو الراجل الغلبان اللي مش قادر يغطي احتياجاته بعد موجه الاسعار الرهيبه. طب احنا لو هنيجي نقول المستورد، المستورد طب الرز يغلى ليه من 3 جنيه ل 7 جنيه وال10 قول 7 وهو يعني منتج محلي زاد؟ ايوه منتج محلي وبتصدره. السماد، السماد الشكاره بتزيد 100 و150 جنيه. طب احنا بنصدر سماد ازاي نستورد سماد؟ احنا بنصدر سماد، طب ازاي نستورد سماد مع ان احنا من دولة المصدرة؟ وازاي احنا نبيع اغلى من دول العالم رغم اننا بنجيب وبندفع؟ ده انت لو جبت بس البضاعة وحسبت انك تكلفة الشحن هذه تكلفة اضافية على سعر المصنع هناك وسعر المصنع هنا، ازاي يبقى ارخص من هنا الطن 1000 و1500 و2000 جنيه؟ هنا المعادلة الصعبة اللي هي في الاخر نقول ايه، كلها بتدور في فلك المحتكرين. الاحتكار هو جوهر أزمة مصر النهاردة، هو أس البلاء النهاردة. 150 شخص أو 150 شركة، قول اللي انت عايز تقوله، لأن كل شخص ليه شركته أو مصنعه، هم اللي بيتحكموا في الاقتصاد المصري. طب ايه، مفيش حكومة، مفيش برلمان؟ لا في حكومة، بس الحكومة اللي بيوصلوا لها المعلومات قلقانة وخايفة، بيكذبوا عليهم. مش قلقانة ولا خايفة، هو اللي عمل الشعب اللي عمل ثورة 30 يونيو والجيش اللي عمل ثورة 30 يونيو وقرر بتاع 7 ولا 3 يوليو دي 3/7. هو هل يعقل ان العالم كله كان متكتل عليك عشان يدمر مصر امنيا، والدولة الوحيدة اللي وقفت على رجليها وبتحارب يعني كل الارهاب اللي جاي لك من حماس واللي جاي لك من سيناء واللي جاي لك من السودان واللي جاي لك من ليبيا والتنظيم داعش؟ مصر دولة قوية جدا، وقش مصر دولة قوية جدا، والرئيس مصر رجل قوي جدا وراجل محترم، بس للاسف الشديد المعلومات بتتعرض غلط. وبعدين لما اكون انا قاعد في مكان وما عنديش معلومات، بعيد عن سياده الرئيس اللي هم الوزير اللي بيصدر القرار، واقول له الحق 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 الحق، وبعدين الاقتصاد وجع ما ينفعش يشتغل يوم بيوم، ده الاقتصاد ده عايز سياسات ثابته، عايز سعر ثابت، عشان النهارده لما اعمل دراسه جدوى المشروع هيبدا يشتغل بعد سنتين يبقى انا بكس، انما تيجي تعمل لي دراسه جدوى من سنتين الدولار كان ب 7 جنيه ودلوقتي 13 جنيه وانا لسه ببني في المصنع، ده انا خسرت قبل ما ابدا، خسرت يعني من 7 ل 13 بتتكلم في 90% زياده في سعر الدولار تكلفه المصنع العمل. بس الحكومه بتقول لك انا بجيب ل 12 مليار دولار علشان اتحكم في سعر الصرف، عشان يبقى في سعر واحد للصرف واقضي على السوق السوداء عشان يجي لي مستثمر اجنبي، هو ده كلام الحكومه؟ دي مطالب الصندوق النقدي الدولي عشان يضعف من قيمه الجنيه المصري ويضعف من اصولك. النهارده الحاجه اللي بتشتريها ب 100,000 بعد ما بترفع سعره ب 100,000 دولار وعلى سعر الذراع تشتريها ب 60,000 دولار. اذا الاستثمار لما يجي يشتري اصولك بالاسعار الزهيده دي، يبقى انت كدوله ومقوماتك الاساسيه واصولك الاساسيه بقت تساوي النص. فاذا هيجي المستثمر هيكسب منك يعني احنا هننسى ايام ما كانت الارض بتتباع ب 200 جنيه وب 150 جنيه وب 300 جنيه وتتباع المتر، دلوقتي المباني ب 15 و 20,000 جنيه، يقول لك التشجيع الاستثمار. هل ننسى ان احنا لما كنا بندي الارض في بعض الانشطه العقاريه ويجي ياخد المتر ب 200 جنيه قول 300 جنيه وكلفه 1000 جنيه مثلا ايامها 2000 جنيه، ويجي يقول لك المتر ب 40,000 جنيه عشان تاخد محل ولا تاخد كافيه ولا تاخد الكلام ده كله، بيأجروا المتر ب 500 جنيه في الشهر، يعني ب 6,000 جنيه في السنه. الاموال دي بقى كلها واللي هي بتمثل جزء من الاستثمار العقاري الاجنبي كلها بتحول بره، عشان انا بنفي التهمه تماما عن المستوردين الغلابه اللي هم ما بيمثلوش اكتر من 15% من حجم الواردات. يعني ال 100 مليار دولار دول احنا بنجيب ب 15 مليار دولار، احنا اللي بندفع الجمارك، احنا بس اللي بندفع جمارك لان الصناعه معفيه من الجمارك، احنا اللي بندفع ضريبه المبيعات، احنا اللي بندفع تحسين السعر، كل حصيله الجمارك اللي هي بتصل لحوالي اكتر من 30 مليار جنيه بندفعها احنا كمستوردين، وبندفعها مش من جيبنا، من جيب المستهلك، عشان بس ما نقولش ان احنا وقفنا جنب الاقتصاد المصري او وقفنا جنب الناس، لا احنا ما بندفعش حاجه من جيبنا. بس تخيل النهارده لما اكون انا بكلف الدولار ايام ما كان متاح 9 جنيه واكسب لي فيه 30% يبقى انا ببيع ب 13.5، دلوقتي بكلفه 20 جنيه وبكسب اقل عشان السلعه بقت غاليه.
ضيفي أستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، بيقول لك الاستيراد بيشكل 15% من إجمالي الفاتورة اللي احنا بنستورد بيها. أما المستوردين هم 15%. قال لك في احنا خرجنا من السوق اهو بتاع الدولار. طب الدولار بيرتفع ليه؟ بيقول لك عشان في شركات أجنبية هنا بتكسب مكاسب ضخمة 200 و300 و400%، ومعاها الجنيهات الكتيرة ورق، فبالنسبة لها عايزة تحول أرباحها لدولار، فبتهجم على السوق السوداء تشتري الدولار بأي سعر حتى لو كمل المصريين العاملين في الخارج. قضية مهمة جدا. نطلع فاصل. العقارية، بيوت وحياة. أوبا يلا يلا أوبا. مش هتقف. معلش مش هتقف. يعني ممكن تسيبيني ما توترنيش؟ هيبقى يوم لذيذ. لا احنا جايين ننبسط. بتعملي كده ليه؟ مروان دي نافورة راقصة، هي بعد كل ثلاث مرات بتقف جزء بالسنة. فين النافورة دي؟ أنا مش شايف نافورة. مروان بجد this is too much. هنفرح إمتى بقى؟ هنفرح إمتى؟ استني دي خلاص. أنا هنزل أنا وابني. مالها النافورة؟ ها؟ مالها؟ فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا النافورة راقصة بنادي اجتماعي رياضي تستمتع بيه مع أولادك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجلة ديفلوبمنتس. الله، انا عايزه اطلع من بيروت يومين اظبط نفسي. شفتي يا رجاء؟ واي نوت. المهم قبل فرح الاولاد بيجيبوا فطيره مين؟ قولي لي اخبار الشقه. لسه جايين من جاليريا حالا، بجد احسن موقع في القاهره الجديده. شفنا كل حاجه على الطبيعه، وجهات العمارات تحفه. مساحه الشقه يا مامي زي ما اشتريناها بالظبط، لا خست ولا شفطت بسمعتنا. هنستلم الشقة قبل الميعاد بست شهور. طار الشط. كومباوند جاليريا، الاستثمار الحقيقي لعيلتك. بتحلم تعيش في جزيرة؟ حقق حلمك وعيش في جزيرتك. سيسيليا لاجونز، جزيرة الساحل الشمالي مرسى مطروح. سيسيليا لاجونز، فيلل وشاليهات مختلفة المساحات. سيسيليا لاجونز، جميع الوحدات على الشاطئ. سيسيليا لاجونز، أكوا بارك، مارينا، حمامات سباحة. سيسيليا لاجونز، مطاعم عالمية، مركز للتسوق. سيسيليا لاجونز، ملاعب رياضية وغولف. سيسيليا لاجونز، شاطئ خاص بالسيدات وسبا. سيسيليا لاجونز، عيش في جزيرتك. تبتدي انت الأول؟ يلا. أبتدي أعمل إيه؟ غولف. أول مرة إيه؟ لا لا هاتي دي، جربي دي. بخو عقا مفوش أنا. باين إني بلعب جولف؟ آه باين أهو. أنا بتهيألي المفروض نوقع الكرة دي في الحفرة. شوفيها كده طلعت من الفتحة هناك. لو أنا مش حابة اللعبة دي مش فاهمها. امشي. فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس بدلنا ملاعب الجولف بمساحات خضراء تستمتع بيها أنت وعيلتك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجلة ديفلوبمنتس. مستواي ضاع. لاميرا بيتش، ملاعب وجيم وسبا واكوا بارك، مطاعم وكافيهات، ده غير السينما وحمام سباحة مغطى للسيدات. شاليهات من اول 80 متر متشطبة سوبر لوكس، ومفيش شاليه مش شايف البحر. ادفع بس 25000 جنيه وقسط على 5 سنين. اوصل لحد لاميرا بيتش على خليج الجفيرة في اجمل مكان في الساحل الشمالي. لاميرا بيتش، الساحل الشمالي، هتعيش اسعد انسان. احدى مشروعات الحياة للتخطيط العمراني والتنمية. الضيوف فين يا نادي؟ موجودين؟ أنا مش سامع لهم حس خالص، يعني هم فين؟ في قطعة 4. قطعة 4 اللي هي لقبل المطبخ شمال. الأنتريل. اصدقي كانت جميلة قطعة 4. عندهم أكل؟ أول ما أبص عليهم
طب معلش هعذبك، وانت جايه قطعه اتنين، هاتي لي نضاره القرايه والريموت. دي اللي هي من قطعه تلاته؟ من قطعه خمسه، انت عارفه قطعه اربعه بقت اتجاه واحد، هتجيبي لي كده مع الشمال؟ فرق كبير بين كلام يبهرك وبين واقع فعلا يبسطك، عشان كده في نيوبلس شلنا قطعه من الريسبشن الاربع قطع وخليناها ترس تستمتع بيها انت واصحابك. فكر عملي، فكر نيوبلس. من وادي دجله ديفلوبمنتس. انت هتخرمي من قطعه 8 لان ده وقت خروج مدارس. العقارية، بيوت وحياة. بقدر التحية بحضراتكم فيما تبقى من دقائق في هذه الحلقة، بواصل حوار الممتع الكاشف لأخبار ومعلومات ربما أنا وإنت أو بالنسبة لي المؤكد أول مرة أسمعها. حوار صريح جدا جدا مع ضيفي الكريم النهاردة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة الأستاذ أحمد شيحة. يعني بعثة صندوق النقد الدولي مش هنستفيد حاجة؟ ال 12 مليار دولار كل سنه 4 مليار مش هيعملوا حاجه كده؟ لو ادونا ال 4 مليار دولار بدون الشروط المكحفه اللي هي بتتدخل في كل شؤوننا. هم عايزين يرفعوا اسعار مترو وسكك حديد مصر وكهرباء وبنزين وغاز وسولر وميه وكهرباء. احنا انا مع الغاء الدعم النقدي العيني ونحوله لدعم نقدي. يعني منظومة الفساد اللي في الدعم العيني دي النهارده بتتكلم في 76 مليون واحد بياخدوا رغيف عيش، احنا عندنا 76 مليون محتاج واحد. لا طبعا هتلاقي فيه موظفين ودرجاتهم في البنوك وقضاء وزبائن ورؤساء مجالس ادارات بنوك، ازاي تحطهم في بطاقة التموين؟ احنا بنتكلم في 40 مليون واحد. نعم. اديله دعم نقدي يشتري عيش، يشتري رز، يشتري سكر اللي هو عايزه، يبقى انا شلت عن عبء الحكومه استيراد ما لا يقل الدعم العيني دوت ب 41 مليار جنيه، زاد بعد ما خففنا بتاع بقى 43 مليار جنيه، يعني لو قلنا دول بيمثلوا 6 مليار دولار، دول لو احنا وفرناهم وحولناها لجنيه مصري والراجل عايز ياخد فلوس اللي هو مستحقها، يعني المواطن بياخد 45 جنيه دعم في الشهر من العيش بس غير الزيت والبتاع والكلام ده كله، 45 بياخدهم 15، وبعدين يقول له خد كوبون اللي هي النقط بتاعه الشراء، يروح يشتري بقى سلع من السوبر ماركت اللي هي السلع اللي بتتباع اغلى من السوبر ماركت العادي. لا يا حبيبي، انت الراجل دلوقتي اديله ال 45 جنيه، اديله 30 جنيه بدل ما تديله 15 جنيه، في 40 مليون واحد انت هتوفر نص قيمه الدعم وهتوفر 6 مليار دولار. يعني شايف جزء من الحلول لرفع عجز تقليل عجز الموازنه ان انا ادي الدعم النقدي تمام للي يستحق. للي يستحق لان مش 76 مليون بياخدوا عيش، واحنا دي احنا شفنا منظومه العيش من بدايه القمح لغايه ده، شركه سمارت اللي بتعمل الكروت طلعت فيها تزويد 205 مليون جنيه، ضربت ارقام ومسحوبات من العيش المفروض طبعا المخابز ب 205 مليون جنيه. شوف بقى بقيه المخابز وشوف الدقيق وشوف المطاحن وشوف العيش اللي الراجل ما بياخدوش، يعني عمليه كلها فيها شيء من الفساد المتغلغل في اعماق الفساد، يعني مش فساد بس ده فساد جوه الفساد. طب احنا ليه واجعين قلبنا وقمح مسوس وقمح توريدات وهميه؟ الراجل الغلبان بيقول لك اديني الفلوس، انا مش كل يوم هتفرض عيل يتولد تاني يوم تحطه على بطاقه التموين وتدي له خمس ترغيف وهو مش هياكل، مش هياكله، والعيل اللي عنده سنه مش هياكله، والعيل اللي عنده سنتين مش هياكله. ادي لابوه ال 45 جنيه لكل فرد في سته، انت بتتكلم مثلا 300 جنيه، ادهم له اخر كل شهر في زي بطاقه ومعاشات او كلام او اعانه فقر او اعانه الناس الشد احتياجا. وبرضه منظومه الزيت والسكر اعملها كده. هو النهارده ممكن ما ياكلش عيش خالص، هو الاسره كلها بدل ما ياخده يروح يبيع الرغيف بخمسه صاغ وبعشره صاغ بيفرض عليه من المخبز، يقول انا مش هعمل بيه حاجه، فيشتري منه بعشره صاغ ويضيع عليه 30 قرش اللي هم بقيه الدعم اللي هو ال 31 قرش. يعني بيعيد بيعه تاني للمخبز. ما هو المخبز ما بيديهولوش. هو لما بيروح انت ليك النهارده كام؟ 20 رغيف. طيب يا عم خد في ال 20 رغيف 10 صاغ في كل واحد، خد 2 جنيه. وهو ما بيطلعش، بس هو بياخد الدعم ال 31 قرش على الرغيف من وزاره التموين. اساليب كتيره والاعيب كتيره، طب احنا نوجع قلبنا ليه؟ يبقى رايك ناخد الدعم نقدي ونديه للمحتاج للاسر؟ لا، الدعم العيني ونحوله لنقدي ونديله للناس، وهنوفر 6 مليار دولار ده علشان الدولار؟ طبعا مش بنستورد قمح عشان نطحنه ونعمل رغيف، مش بنستورد سكر عشان نوزعه للناس، مش بنستورد زيت، ما هي دي مكونات الدعم العيني. هي دي اللي كلها منظومة فساد في فساد، والشعب متقبل. وانا بقول للمسؤولين في الدولة ما تخافوش من اللي بيتقال من اصحاب المصالح، اوعى تشيل الدعم، لا الناس عايزة الدعم النقدي.
طب في المواصلات؟ بص انا من رايي مثلا موضوع الغاز والكهرباء والبنزين والسولر، الغاز والكهرباء اكثر استهلاكا للغاز والكهرباء الناس الاغنياء، واكثر استغلالا للبنزين من الناس الاغنياء اللي عندهم العربيات. الناس الغلبانه اللي احنا بنهدف ليهم ما عندهاش عربيه، ما عندهمش عربيات، وبيركبوا التوك توك وبيركبوا بتاعه الكلام ده كله. انا اشوفهم عددهم قد ايه واقول لهم خدوا نصيبكم في هذا الدعم. قيمه هذا الدعم اولا هوفر برضو على الدوله قيمه ما يتم استيراده من غاز وبترول من الخارج ايا كان الرقم. يعني تدي للمحتاج فلوس يركب بيها ميكروباص، يركب بيها اللي يركبه، ما هو ممكن يركب عجله، ممكن يركب، المهم هو الراجل محتاج ده مش هو اللي بياخد الدعم المباشر. اللي بياخد الدعم ده اللي عنده عربيه بيحط فيها 50 لتر بنزين، اللي عنده عربيه فيها تكييف، اللي عنده 6-7 تكييفات في بيته. انا مش بتكلم، انا عندي الكلام ده كله واقدر. طب ليه انت تحرم الراجل الغلبان تخش في منظومه الفساد؟ ليه انت تاخد بنزين ب 3 جنيه ممكن تاخد بزيت زي البورس؟ انا كنت في دوله اجنبيه بره مثلا مكتوب سعر لتر البنزين 3 جنيه 23 بالعمله، الصبح لقيته 2 جنيه و2.95، بعد الظهر لقيته 3.10. ده عرض وطلب، دي سلع عرض وطلب. ده حسب ما بيحصل في السوق العالمي. السوق العالمي هتلاقي في امريكا كده، هتلاقي في اوروبا بيغير لك السعر على مدار اليوم، على مدار اليوم، الصبح بسعر وبعد الظهر بسعر. اللي معاه بقى وعايز يركب عربيه يحط فيها 100 لتر و200 لتر يركب. النقطه الثانيه، احنا عاملين مشكله مع بتوع الصناعه. بتوع الصناعه بيشتكوا، وانت بتديهم الغاز اغلى من كل حته في العالم، وبتديهم الكهرباء غاليه في العالم، وبيقعدوا يشتكوا. ليه انت ما تعملش زي كل دول العالم؟ انا راجل بعمل مصنع كثيف في استهلاك الطاقه والكهرباء والغاز، اخليه هو يعمل محطه كهربته واخليه يستورد الغاز او الفحم اللي هو عايزه، وانا كدوله اديح له الفرصه يشتري يا رب يجيب الغاز بدولار، يجيبه باقل من دولار هو حر، عشان انا ما شيلش همه ويفضل يتهمني ان انا بعوق الصناعه. وفي نفس الوقت احنا عندنا انابيب الغاز، يجيب هو شحنة الغاز بتاعته يسلمها لي في المينا وانا هسلمها له في المصنع، واجر له كل مجموعة من المليون متر مكعب مثلا بخمسة سنت باتنين سنت. يعني كل صاحب مصنع يوفر لنفسه الطاقة. ما اصل ده بيدفع مثلا في محطة كهرباء 700-800 مليون جنيه، وبيعملها مع شركة الكهرباء، وهو بيدفع غصب عنه لان الوحيد اللي بيعمل المحطة دي هي شركة الكهرباء. انا بقول لحضرتك لو هو عملها من خلاله هو وبأعلى جودة مش هيدفع فيها 400 مليون جنيه. ناقص ايه؟ الغاز اللي يشغل محطة الكهرباء، اسمح له باستيراد، مش لازم الهيئة العامة للبترول الوحيدة هي اللي بتتحكم في الاستيراد. وانا كدولة خلاص انا شلت من على صدري هم كبير جدا ان بتوع الصناعة بيشتكوا يقول لك الغاز بره ارخص، البترول نقص، ودي حقيقة. طب ليه يا دولة انت بتعملي مشاكل لنفسك؟ ما تسيبيهم هم. هقول لحضرتك منطقة صناعية محتاجين مثلا فيها 200 ميجا، يتجمعوا اصحاب المصانع يعملوا محطه كهرباء تغطي احتياجاتهم، والزياده الحكومه تاخدهم منها وتبيعها للغير في خطوط التوزيع الكهرباء اللي هي فيه. ادي حل من الحلول. ليه ما تعملوش؟ ليه؟ لان في ناس بتستفيد من الربكه اللي موجوده دي، في ناس بتستفيد من العك اللي موجود ده. القرى السياحيه، منطقه زي الساحل الشمالي، مارينا واللي جنبيها واللي جنبيها، ما تعملوا لها محطه كهرباء وهي تنفق على نفسها، وانت يا حكومه هتستفيدي من نقل الماده المشغله للطاقه سواء فحم او غاز او بترول او الكلام ده كله. ما انت عندك وسائل النقل، اجري انت النهارده جيب لي مركب غاز، انا هاخد على كل مليون متر مكعب غاز اللي هو الوحدة غاز، خديهم وحوليهم وخدي مثلا نص دولار، خدي 25 سنت ايا كان. في النهاية انا طلعت من المأزق ده، وفرت دولاراتي ليا لمشروعاتي خاصة بيا، احطها في الطب، احطها في التعليم، الحاجات اللي احتاجات، لان انت عندك مثلا في المجال الطبي ولا حاجة بتصنع في مصر من اول الادوية، بيجيب المادة الخام بنسبة 100%، والإبرة، كل المعدات اللي بتستخدمها، المستهلكات الطبيه كلها مستورده، كل الكلام ده كله، ابسط المنتجات اللي مش عارف القسطره مش القسطره، الكلام ده كله بيجي من، حتى مثلا لما بيقولوا فيه اجهزه غسيل الكلوي كلها بتيجي من بره وتتجمع وتتباع. فالقصه ان احنا لازم ناخد بالنا ان احنا اذا كنا عايزين نصنع نتبع الاصول اللي موجوده في كل حته في العالم، لازم استعين بالخبرات اللي موجوده، واللي هيجي مش هيجي لوجه الله، لازم يجي يكسب. فانا فهمه ان انت لما تصنع معايا وابقى شريك معاك واكسب منه الخبره، وبعد كده اقول له شكرا، زي ما الصين عملت وزي اليابان ما عملت. اليابان بعد هيروشيما بدات تجيب الشركات الاوروبيه واهلا واعمل مصانع وبتاع. اليابان تفوقت في قطاعات كبيره بعد ما اتعلمت وطورت. الصين دلوقتي بقى اكبر دوله صناعيه في العالم بعد امريكا. ليه احنا ما نعملش كده؟ انما احنا نقول ايه؟ السلعه الوحيده دي بيتحكم فيها واحد بس، السلعه الوحيده دي احجام مليارات 3-4
قطاع السيارات بيتحكم فيه 5-6 شركات، وده منطق في الدنيا. يعني هل يعقل ان العربيه كل اسبوع تزيد 5000 جنيه؟ لا طبعا، ده مش موجود في اي دوله في العالم، مفيش الكلام ده كله، مش موجود في الصناعة. هقول لحضرتك حاجه بس، الدوله اللي مفيش في عربيه موجود. بتصنع في مصر تمنها كله 7000 دولار من بره، بيبيعوا 250 و270 الف جنيه. ليه؟ انا مش عارف. طب انت دفعت جمارك؟ لا ما دفعش جمارك. العربيات الكبيره اللي هي بتاعه الالمان دي اللي بيجيبوها، اللي هي بتنتجها شركات كبيره، احسن عربيه ب 60000 يورو. يعني قلنا لو اليورو ب 15 جنيه على سعر دلوقتي 900000 جنيه، ازاي تبقى عالي بمليون و802 مليون جنيه؟ ما هو الجمرك 100%، مفيش جمارك، ده هو بيصنع. وبعدين انت الراجل اللي انت يعني العبقري ساب العربيات الصغيره ما بتصنعهاش وبتصنع لي العربيه الكبيره، يعني التكنولوجيا الصناعيه خلاص بقت جامده قوي عندك كده بتصنع دي وما بتصنعش الصغيره اللي اقل تكنولوجيا واقل امكانياتا وكماليات، ولكن انت لاعب عشان نتحايل على الدوله ونهرب مليارات الدولارات من الجمارك لو الدوله انتبهت للتجاره. انت بتصرف 10 مليار جنيه سنويا حج وعمره وشوبينج اللي بيكبر، ده 10 مليار جنيه، 10 مليار جنيه تقريبا، مليار ونص او 2 مليار دولار. طب وانا بروح وبسافر وبجيب في الشنط وبضيع ده ايه ده؟ مشتريات بس. وبعدين اللي بيسافر دوت بيركب طياره وبيدفع تاشيره وبيركب وبيقعد في الفندق وبيركب مواصلات وبياكل وبيتفسح هناك. انت هتطلع بس تشتري؟ لا لا. ولا تاخد العيال تفسحهم؟ شوف كم الانفاق اللي انفقه بره، يعني قول مليار ونص، حط قدامهم كمان 2 مليار اللي هي شبج المشتريات. الراجل الحاج واللي بيطلع عمره، احنا اكبر ناس في العالم بنطلع عمره، بنطلع عمره السنه دي مطلعين مليون وشويه في العمره. طيب كل مليون لو كل واحد بس صرف 200 دولار سيبها كده، بس 200 دولار طبعا ده رقم انا يعني بقلل اكتر من كده بكتير، انما هتقول 1000 دولار في مليون، يعني 1000 مليون، يعني بتتكلم في 10 مليار دولار، 10 مليار جنيه، غير بقى اللي بيشتريه وغير اللي بيعمله وغير الكلام. طب عايز تقنن ده؟ طبعا لازم. المصريين هيجوا عليك ليه؟ وانا بقول لهم ما تسافروش، انا اوفر لهم المشتريات دي هنا. توفر لهم اشتراك. وانا بقول له بس انت بدل ما بتدفع وبتدفع ممكن شحن والكلام ده كله، الحاجه اللي يروح يجيبها واللي هناك كسبان كمان كويس جدا، لان هو في تاجر هيبيع من غير ما يكسب. توفر له محلي ولا هتستورده؟ زي ما هو بيشتري استورده له. ما انت لو عندي محلي شكرا من الاول، ما انا مش هروح اشتري من بره. يعني انت قصده بدل ما يشتري البضاعه المستورده في السعوديه وهو بيعمل عمره، تعالى اشتريها من مصر، او يطلع دبي او يطلع انجلترا او يطلع اوروبا او يطلع امريكا. يعني انت بترجع الفلوس كده للمستورد المصري، للحكومه المصريه. بدل الفلوس دي ما بتطلع بره وبندفعها والمكاسب بتاعتها بتبقى بره، خليه يجي يشتري هنا، وفر له نفس المنتج وبنفس الاسعار وبنفس المكسب. انما انت لما تيجي تدي الواحد 40 ترخيص لبراندات عالميه، التيشيرت يبيعه ب 800 و900 وهو اساسا ما يتكلفش 100 جنيه، هو ده الخلل اللي موجود. وبقول لحضرتك مصر بخير، مصر فيها دولارات كتيره جدا، مصر فيها اموال كتيره جدا، مصر فيها بنيه تحتيه بدايه من البشر وبدايه من الفكر والتعليم والكلام ده كله، ان احنا نقدر نخرج من المأزق ده. عايز بس اوصل رساله للشعب المصري، لابد ان نلتف حول القياده السياسيه، لان ما يحاك بمصر اقتصاديا دلوقتي انا شايفه اخطر على مصر من الارهاب اللي هو المسلح. الارهاب المسلح عارفين اخره ايه. الحرب اللي موجوده دي لازم كلنا نتنبه، واحنا زي سياده الرئيس ما فوضناك لمحاربه الارهاب المسلح، احنا بنفوض سيادتك لمحاربه الارهاب الاقتصادي، وهم معروفين وسهل جدا. مصر فيها خير كتير جدا، مصر فيها دولارات كتيره جدا، مصر لو اتظبطت بس. بقول لحضرتك لو شويه قرارات تعدل القرارات الخاطئه، لا عايزين صندوق نقدي دولي ولا عايزين نستلف من اي حد، ومصر عندها الكثير والكثير ولكن لصالح مجموعه لا تعد على اصابع اليد. وده خير ختام لحلقتنا. زي ما وعدتكم في اول الحلقه هتسمعوا كلام جديد لاول مره انا متعود عليه دايما مع صديقي الاستاذ احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين بالغرفه التجاريه بالقاهره. نورتني. شكرا فندم. يا رب الخير ليكم والبلد. سلام عليكم.